عد الله اوقاتكم بكل خير اعزائي طلبه الصف الرابع واهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات اقدمه لكم انا المعلمه امل بدر تعرفنا في صفوف سابقه بعض وحدات قياس الطول وايضا بعض وحدات قياس الزمن هل هناك وحدات اخرى لقياس كل من الطول والزمن وهل يمكن التحويل من وحده الى اخرى ضمن نفس الفئه وما الاساس الذي نعتمده في التحويل؟ هذا ما سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم وبذلك فعنوان درسنا التحويل بين وحدات القياس الجزء الاول والمرتبط بالطول والزمن. في نهايه هذا الدرس وبعد التفاعل مع انشطته اتوقع منكم اعزائي الطلبه ان تكونوا قادرين على التعرف الى وحدات قياس الطول والزمن التحويل بين وحدات قياس الطول وأيضاً التحويل بين وحدات قياس الزمن، وتوظيف هذه التحويلات في حل مسائل ومشكلات حياتية. نبدأ درسنا مع وحدات قياس الطول، وتحديداً مع المثال التالي، وفيه تقف نملتان مختلفتان في الطول على مسطرة مقسمة إلى سنتيمترات كما يظهر في الشكل. نلاحظ أن كل سنتيمتر مقسم إلى أجزاء صغيرة يسمى كل منها مليمتر، المطلوب منا. إيجاد طول النملة ألف لمعرفة طول النملة ألف هيا نقوم بعد المليمترات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذا طول النملة ألف ستة مليمترات ننتقل لإيجاد طول النملة ب نلاحظ أن طولها محصور بين الواحد والاثنان أي واحد سنتيمتر وبذلك فطول النملة الثانية واحد سنتيمتر لو كان السؤال ما طول النملة ب با بالمليمترات؟ لنقوم بعد المليمترات في السنتيمتر الواحد. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. أي أن الواحد سنتيمتر يساوي عشرة مليمترات. هذا هو أول جزء لدينا في مخطط التحويل بين وحدات قياس الطول. للتحويل من سنتيمتر إلى مليمتر، فإننا نضرب عدد السنتيمترات في عشرة للحصول على مليمترات. لو كان لدينا السؤال التالي: طول نملة 40 ملم، المطلوب إيجاد طولها بالسنتيمترات، سنسأل أنفسنا: ما عدد السنتيمترات الذي إذا ضُرب في 10 نحصل على 40 ملم؟ من حفظنا لجداول الضرب بالتأكيد هو 4؛ لأن 4 ضرب 10 يساوي 40، وبالتالي طول النملة التي طولها 40 ملم هو 4 سنتيمتر. لتذكر وحده اخرى من وحدات قياس الطول ننتقل الى المثال التالي، وفيه ينتج معمل العاب خشبيه قطارات كما في الشكل. المطلوب منا ايجاد طول العربه الواحده في القطار، لمعرفه طولها سنستخدم المسطره. واضح من الشكل ان طول العربه الواحده هو 10 سنتيمترات. لو كان المطلوب الثاني إيجاد طول 10 عربات من النوع نفسه، بالتأكيد سنضرب عدد العربات ضرب طول العربة الواحدة، عدد العربات هو 10 وطول العربة الواحدة هو 10 سنتيمتر، إذا نحصل على 10 ضرب 10 ويساوي 100 سنتيمتر. أعزائي الطلبة، بماذا تذكركم 100 سنتيمتر؟ بالتأكيد 1 متر، سبق وتعلمنا أن الـ1 متر يساوي 100 سنتيمتر، إذا نضيف إلى مخطط الطول لدينا هذا الجزء حيث للتحويل من متر إلى سنتيمتر فإننا نضرب عدد المترات بمئة لنحصل على سنتيمترات ننتقل الآن إلى سؤال تطبيقي على ذلك لدينا بناية تتكون من عدة طوابق ارتفاع كل طابق ثلاثة أمتار وقفت زرافة طولها 600 سنتيمتر بجانب هذه البناية المطلوب معرفة إلى أي طابق يصل طرف رأس الزرافة لاحظوا أعزائي الطلبة ارتفاع كل طابق معطى بالأمتار وهو ثلاثة أمتار أما طول الزرافة فمعطى بالسنتيمترات وهو 600 سنتيمتر لمعرفة آه، إلى أي طابق يصل طرف رأس الزرافة نحن بحاجة إلى مجانسات الوحدات أي تحويل الوحدات إلى متر أو سنتيمتر لنقوم في البداية بتحويل الوحدات إلى سنتيمترات ونبدأ طول الطابق الواحد ثلاثة أمتار إذا؟ طول الطابق يساوي ثلاثة أمتار لمعرفة كم سنتيمتر طول الطابق الواحد سنضرب ثلاثة ضرب مئة وذلك بالاعتماد على هذا المخطط للتحويل من متر إلى سنتيمتر نضرب بمئة يصبح لدينا طول الطابق الواحد ثلاثمائة سنتيمتر طول طابقين كم سيصبح؟ الطابق الأول 300 سنتيمتر، الطابق الثاني أيضاً 300 سنتيمتر أي 600 سنتيمتر، إذاً عند الطابق الثاني يصبح لدينا الطول 600 سنتيمتر، وبما أن طول الزرافة 600 سنتيمتر، إذاً بالتأكيد طرف رأس الزرافة سيصل عند نهاية الطابق الثاني. أعزائي الطلبة في الأمثلة السابقة قمنا بالتحويل من وحدة قياس طول إلى وحدة أخرى أصغر منها بشكل مباشر فمثلا للتحويل من متر إلى سنتيمتر تم الضرب بمئة للتحويل من سنتيمتر إلى مليمتر ضربنا بعشرة ماذا لو جاءنا سؤال يتطلب منا التحويل من متر إلى مليمتر؟ هيا نناقش هذا السؤال لدينا بركة سباحة ارتفاعها 2 متر. ما ارتفاعها بالمليمترات؟ لاحظوا أعزائي الطلبة الارتفاع بالأمتار. المطلوب منا إيجاد هذا الارتفاع بالمليمترات. لمعرفة ارتفاع البركة بالمليمترات لدينا خطوتين للحل. نبدأ مع الخطوة الأولى حيث سنقوم بتحويل عدد الأمتار إلى سنتيمترات. ينتج لدينا ارتفاع البركة بالسنتيمترات ثم ارتفاع البركة من سنتيمترات نقوم بتحويله إلى مليمترات. نبدأ مع الخطوة الأولى للحل. الخطوة الأولى سنقوم بتحويل ارتفاع البركة وهو 2 متر إلى سنتيمترات أي بالضرب ب 100. 2 ضرب 100 يساوي 200 سنتيمتر وهو ارتفاع البركة. للتحويل إلى مليمترات فإننا سنضرب أيضا ب 10. السنتيمترات هي 200. لمعرفة كم مليمتر فيها سنضرب ب عشرة ويساوي ننزل الأصفار واثنان ضرب واحد اثنان أي ألفان مليمتر وبذلك حصلنا على ارتفاع البركة بالمليمترات أي أن ارتفاع البركة بالمليمترات هو ألفان مليمتر وهذه هي الخطوة الثانية أعزائي الطلبة لدينا طريقة أخرى للحل للتحويل من متر إلى مليمتر لاحظوا للانتقال من متر إلى مليمتر فإننا نقفز عن الضرب بمئة وأيضا الضرب بعشرة أي أننا نقفز عن الضرب بألف يمكننا حل هذا السؤال مباشرة عن طريق ضرب طريق ضرب ارتفاع البركة وهو 2 متر ب 1000 للحصول على مليمترات ينتج لدينا 2000 مليمتر نفس الإجابة التي حصلنا عليها للتعرف أعزائي الطلبة إلى وحدة قياس جديدة من وحدات قياس الطول نناقش المثال التالي وفيه قرأ عمر عن مسابقة جري في القرية وأراد المشاركة فيها قرأ أن الفائز هو أول من يقطع مسافة 2 كيلومتر لم تكن كلمة كيلومتر مفهومة بالنسبة لعمر فسأل ماذا يعني مسافة كيلومتر؟ أجاب الجد هو أن تقطع مسافة ألف متر أي أن الواحد كيلومتر يساوي ألف متر وبذلك للحصول على مترات من كيلومترات نضرب عدد الكيلومترات ب 1000 نضيف هذا الجزء إلى مخطط وحدات قياس الطول لدينا بالعودة إلى المثال المسافة المطلوب قطعها ليكون أول من يقطعها هو الفائز هي 2 كيلومتر كم متر تساوي؟ بالتحويل نضرب عدد الكيلومترات بألف ينتج لدينا 2 ضرب ألف أي ألفين متر شارك عمر واثنان من أصدقائه في هذه المسابقة وقطع كل منهم مسافة مختلفة. قطع عمر 2 كيلومتر، جمال قطع 1200 متر وكريم قطع 970 متر. المطلوب منا معرفة أي المتسابقين قطع أقل من 1 كيلومتر. لاحظوا عمر بالتأكيد قطع أكثر من 1 كيلومتر، قطع 2 كيلومتر. ننتقل لجمال. قطع 1200 متر. وبما أن كل ألف متر تساوي واحد كيلومتر إذا يكون جمال قد قطع مسافة واحد كيلومتر و متر أي أكبر من واحد كيلومتر ننتقل للمسافة التي قطعها كريم وهي 970 وسبعون مترا 970 وسبعون أصغر من ألف أي أن كريم هو من قطع أقل مسافة وهي أقل من واحد كيلومتر ننتقل للمطلوب الثاني وهو ترتيب المسافات التي قطعها المتسابقون ترتيبًا تصاعديا من الصغير إلى الأكبر. أقل مسافة تم قطعها هي المسافة التي قطعها كريم، حيث هي أقل من كيلومتر وهي 970 مترًا. يليها 2 كيلومتر أم كيلومتر و200 متر؟ بالتأكيد كيلومتر و200 متر أقل من 2 كيلومتر، إذا المسافة الثانية هي المسافة التي قطعها جمال 1200 متر، يبقى لدينا المسافة الأخيرة والتي قطعها عمر 2 كيلومتر، أي أن عمر قطع أكبر مسافة وبالتالي يكون هو الفائز في هذه المسابقة. أعزائي الطلبة، بالاعتماد على المخطط الذي توصلنا إليه للتحويل بين وحدات قياس الطول سنقوم بحل السؤال التالي. وفيه بحث سامر في الشبكة العنكبوتية عن ارتفاع بعض الجبال عن سطح البحر. المطلوب منا إكمال الجدول حسب الوحدة المطلوبة. طول جبل الجرمق كان 1 كيلومتر و208 أمتار. المطلوب تحويل هذا الطول إلى أمتار. اتفقنا أن كل واحد كيلومتر يحتوي على ألف متر الواحد كيلومتر يحتوي على ألف متر أي هنا ألف متر ولدينا أيضا مئتان وثمانية أمتار بجمعهم مع بعض يصبح لدينا ألف ومئتان وثمانية أمتار وهذا هو ارتفاع جبل الجرموق بالأمتار ننتقل لارتفاع جبل الشيخ المطلوب منا معرفة كم كيلو متر وكم متر ارتفاع جبل الشيخ إذا كان طوله بالأمتار 2814 مترًا. 2000 متر تساوي 2 كيلو متر، إذاً لدينا هنا 2 كيلو متر، يبقى لدينا 814 مترًا، أي هنا 800 و14 مترا ننتقل الان الى الجبل الاخير وهو جبل جرزي ارتفاعه بالامتار 881 مترا المطلوب كتابه ارتفاعه بالسنتيمترات اتفقنا انه للتحويل من امتار الى سنتيمترات فاننا نضرب بـ 100 اي نضرب 881 في 100 ضرب 100 ننزل الاصفار 881 ضرب 1 881 اي يصبح ارتفاع جبل جرزيم بالسنتيمترات هو ومئة اعزائي الطلبه بعد ان تعرفنا على التحويل بين وحدات قياس الطول ننتقل الان لاختيار الوحده الانسب من هذه الوحدات لقياس كل من المسافه بين مدينه القدس ومدينه نابلس نحن نعلم أن هذه المسافة كبيرة جدا وبالتالي بد من استخدام وحدات 67 ماذا؟ بالتأكيد 67 كيلو مترا ننتقل للمطلوب الثاني وهو سمك دفتر يساوي أربعة ماذا؟ انظروا أعزائي الطلبة للدفتر بين أيديكم إن سمكه قليل وبالتالي سيكون أربعة مليمترات المطلوب الثالث طول الجزرة هو سبعة ماذا؟ هل يمكن أن يكون طول الجزرة سبعة أمتار؟ الجواب المنطقي هو سبعة سنتيمترات. إذاً هنا سنتيمتر. وأخيراً طول صديقي. طول صديقك عزيزي الطالب هو واحد ونصف ماذا؟ هل ممكن أن يكون واحد ونصف سنتيمتر أم واحد ونصف كيلو متر؟ بالتأكيد كليهما غير منطقي، إذاً واحد ونصف متر. الى هنا اعزائي الطلبة نكون قد وصلنا الى نهاية وحدات قياس الطول، ننتقل الان الى وحدات قياس الزمن، نحن نعلم ان الساعة والدقيقة من وحدات قياس الزمن، ونعلم ايضا اعزائي الطلبة ان في اي ساعة يوجد على الاقل عقربان احدهما للساعات والاخر للدقائق. إذا قام عقرب الدقائق بالدوران بحركة دائرية فإن المسافة التي يقطعها بين اي عددين متتاليين في الساعة هي خمسة دقائق. فمثلا لو كان كلا العقربان عقرب الساعات وعقرب الدقائق عند العدد 12 إذا قام عقرب الدقائق بالدوران فإنه لوصوله للرقم واحد سيكون قد قطع هذه المسافة في زمن مقداره خمسة دقائق للوصول عند العدد اثنان نضيف خمسة دقائق أخرى فيكون قد استغرق عشرة دقائق بإضافة خمسة في كل مرة نحصل أعزائي الطلبة على زمن مقداره ستون دقيقة أي أن عقرب الدقائق يدور دورة كاملة أي ساعة في زمن مقداره ستون دقيقة وبذلك نستنتج أن الساعة تساوي ستون دقيقة فللتحويل من ساعة إلى دقيقة فإننا نضرب عدد الساعات في ستون لنحصل على دقائق أعزائي الطلبة، هذه الساعة توضح ما تم شرحه. هنا حتى يقطع عقرب الدقائق الدورة الكاملة أي الساعة نلاحظ أن عقرب الساعات ينتقل أيضا ليقطع مسافة ساعة كاملة. والآن أعزائي الطلبة، هل يوجد زمن أقل من الدقيقة والساعة؟ لنرى ذلك من خلال المثال التالي. المطلوب منا كتابة كلمة مدرسة في الفراغ. سنكتب مدرسة. المطلوب الثاني أن نضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة، الزمن الذي احتجناه لكتابة هذه الكلمة هل هو ساعة أم دقيقة أم أقل من دقيقة؟ بالتأكيد أقل من دقيقة. ما الأعمال التي يمكن أن نقوم بها في زمن أقل من دقيقة؟ مثلاً التصفيق لا يحتاج إلى زمن كبير، أعزائي الطلبة ابحثوا عن أعمال أخرى يمكن القيام بها في زمن أقل من دقيقة. يسمى هذا الزمن بالثواني هذا هو العقرب عقرب الثواني عند دوران هذا العقرب 60 ثانية فإننا نحصل على دقيقة واحدة أي أن الدقيقة تتكون من 60 ثانية نضيف ذلك إلى مخطط الزمن لدينا للتحويل من دقيقة إلى ثانية فإننا سنضرب بستون ننتقل أعزائي الطلبة للتطبيق على هذا المخطط لدينا المثال التالي شارك سامي في أغنية وطنية في اليوم المفتوح في المدرسة استغرقت الأغنية أربع دقائق المطلوب منا كتابة زمن الأغنية بالثواني أي سنقوم بالتحويل من دقائق إلى ثواني لاحظوا سنقوم بالضرب بالعدد ستون لدينا هنا أربع دقائق اتفقنا أن الدقيقة الواحدة تساوي ستون ثانية أربع دقائق كم ثانية تساوي سنضرب بستون أربعة ضرب ستون ننزل الصفر أربعة في ستة أربعة وعشرون أي مئتان وأربعون ثانية في أربعة دقائق ننتقل الآن إلى مثال آخر وفيه استغرق باص ساعتين وأربعون دقيقة في رحلة من القدس إلى حيفا المطلوب منا تحويل هذا الزمن ساعتين وأربعون دقيقة إلى دقائق نبدأ بالساعتين الساعة الواحدة تحتوي على ستون دقيقة ساعتين ستحتويان على مئة وعشرون دقيقة ويمكننا حل ذلك من خلال للانتقال من ساعة إلى دقيقة نضرب بستين أي اثنان ضرب ستون ويساوي مئة وعشرون دقيقة لدينا أيضا أربعون دقيقة نضيف مئة وعشرون زائد أربعون يصبح لدينا مئة وستون دقيقة أي أن الباص استغرق مئة وستون دقيقة في السفر من القدس إلى حيفا للتعرف اعزائي الطلبه الى وحده اخرى من وحدات قياس الزمان هيا نناقش المثال التالي وفيه دار حوار بين المعلم واحد طلابه في حصات العلوم الحياتيه سال المعلم ماذا ينتج عن دوران الارض حول نفسها دوره كامله وكم يستغرق ذلك اجاب احد الطلاب ينتج عن دوران الارض حول نفسها تعاقب الليل والنهار ويستغرق ذلك 24 ساعه اي يوم كامل اثنى المعلم على اجابه التلميذ واكد ان اليوم يحتوي على 24 ساعه. اذا للتحويل من يوم الى ساعه فاننا نضرب عدد الايام ب24 لنحصل على ساعات، نضيف ذلك الى مخطط الزمن لدينا. اصبح لدينا مخطط كامل للتحويل بين وحدات الزمن، بالاعتماد على هذا المخطط هيا نقوم بحل المثال التالي. شارك فريق الكشافة في المخيم الكشفي في رحلات تخييم قضوا فيها ثلاثة أيام ونصف اليوم، المطلوب منا كتابة هذا الزمن بالساعات، لاحظوا أعزائي الطلبة ثلاثة أيام ونصف سنحولها إلى ساعات أي نركز على هذا الجزء من المخطط، للتحويل من يوم إلى ساعة نضرب ب24، نبدأ بتحويل الثلاثة أيام، ثلاثة أيام تساوي ثلاثة ضرب 24 كما اتفقنا، ويساوي 3 ضرب 4، 12، 1 بالحمل، 3 ضرب 2، 6، و1، 7؛ أي 72 ساعة في ثلاثة أيام. بقي لدينا نصف يوم، نصف يوم، يساوي، بما أن اليوم الواحد يساوي 24 ساعة، إذا بالتأكيد نصف اليوم يساوي 12 ساعة. لمعرفة عدد الساعات في ثلاثه ايام ونصف يوم نقوم بجمع 72 ساعه زائد 12 ساعه اذا ثلاثه ايام ونصف تساوي 72 زائد 12 ويساوي 2 زائد 2 4 7 زائد 1 8 اي 84 ساعه في ثلاثه ايام ونصف اليوم بعد أن تعرفنا أعزائي الطلبة إلى وحدات قياس الزمن والتحويلات فيما بينها ننتقل الآن لحل هذا السؤال والمطلوب فيه أن نختار الوحدة الملائمة من بين هذه الوحدات لقياس كل من أنهى بهاء امتحان الرياضيات في أربعون ماذا؟ أربعون بالتأكيد سيكون دقيقة إذ لا ينهي امتحانه في أربعون يوم أو أربعون ثانية أو ساعة إذا هنا لدينا أربعون دقيقة ننتقل للمطلوب الثاني يداوم طلبة الصف الرابع في اليوم الدراسي حوالي خمسة ماذا؟ تداوم عزيز الطالب في المدرسة خمسة ماذا؟ خمسة ساعات بالتأكيد ساعات ليس خمسة أيام وأيضا ليس خمسة دقائق أخيرا لدينا ارتدت سلمى قميصها في أربعون ماذا؟ ارتداء القميص لا يحتاج إلى وقت كبير بالتالي أربعون ثانية في الختام أعزائي الطلبة لدينا المهمة التعليمية، المطلوب منا أولا أن نقيس طولنا ونكتبه بالمتر والسنتيمتر، ثم نكتب زمن الحصة المدرسية ونجد عدد الثواني فيها وأيضا نكتب عدد أيام هذا الشهر ونجد عدد الساعات فيه. إلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية موقفنا لهذا اليوم، يمكنكم مشاهدته عدة مرات من خلال الكود أو الرابط أسفل الشاشة. القاكم في الجزء الثاني من هذا الدرس الى اللقاء دمتم بخير